بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج أمثال القرآن. سنأخذ إن شاء الله مثلا جديدا من كتاب الله عز وجل، ولازلنا طبعا في سورة النحل. مثلنا في قوله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا المثل ضربه الله تعالى لشيء إيجابي وآخر سلبي. ضرب الله تعالى هذا المثل لرجلين، الأول من هؤلاء الرجال هو العبد، ولذلك قال الله تعالى بعد عبدا قال عبدا مملوكا، حتى لا يتوهم أحدنا أن كلمة عبد هي بالمفهوم العام، لأن كلمة العبودية تطلق حتى على كل أحد، فنحن كلنا عباد لله تبارك وتعالى. وإنما المراد بهذا الرجل أن يكون عبدا مملوكا، أي ملكه سيده، فهو يتصرف فيه كتصرف السيد على العبد. والرجل الآخر من آتاه الله تبارك وتعالى مال بما في ذلك من الأموال أنه يملك عددا من العبيد والخدم والجواري، فقال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ومن رزقناه منا رزقا حسنا. هذا الرجل الآخر، وهنا أمر، يعني أضاف الله عز وجل الرزق إليه حتى لا يتوهم هؤلاء الكفار الذين ضرب لهم المثل أن هناك رازقا غير الله، فهم يظنون أن الآلهة ترزقهم، ولكن الرزق هو من عند الله تبارك وتعالى. فلذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فقارن الله تبارك وتعالى بين عبد مملوك، طبعا العبد المملوك لا يقدر على شيء، لا يقدر أن يتصرف في ماله ولا يقدر أن يتصرف في شيء. والرجل الآخر قال: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، ينفق لأجل الله تبارك وتعالى. فشتان بين رجل لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، كل ما يملكه هو لسيده، كما يقال العبد وما ملك ملك لسيده. أما الإنسان الذي يستطيع الإنفاق ويستطيع أن يتصرف في ماله كيف شاء، فشتان أن يكون مثل العبد الذي لا يستطيع أن يفعل شيء. وهذا كما ضرب الله تبارك وتعالى المثل بين المؤمن والفاسق: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وأيضا بين المتعلم والجاهل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهي مقارنة بين شيء إيجابي وآخر سلبي. ففي الآية هذه أيضا يجب علينا أن نفهم ونعرف بأن الشرك مصيبة كبيرة كما تحدثنا عنه في الحلقة الأولى. وقيل أن هذه الآية نزلت في سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان عند سيدنا عثمان كثير من المماليك والعبيد، ومن من المعلوم أن سيدنا عثمان كان من أغنى الصحابة. يقال أن كان لديه أنه كان لديه عبد مملوك، وسيدنا عثمان من صفاته الكرم ومن صفاته أنه ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى كما نقل عنه. وكان عنده هذا العبد المملوك، لكن للأسف لا يقدر على شيء ولا ينفق من شيء. وكان سيدنا عثمان يدعوه إلى الدين ويدعوه للإسلام، لكنه يأبى أن يدخل في الإسلام ويأبى أن يدخل في الدين. فضرب الله تبارك وتعالى بهذا المثل. فطبعا والمثل أيضا يمكن أن يطبق ويضرب على كل من عنده نور، فهو يعرض عن النور ويذهب إلى الظلمة والكفر والعياذ بالله. فنسأل الله أن ينور قلوبنا بطاعة الله عز وجل، وأن يرفع درجتنا ومقامنا عنده تبارك وتعالى بكلمة التوحيد ويثبتنا عليها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.